بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. ما تزال المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة من المدنيين العبرية من النساء والأطفال والشيوخ مستمرة في يومها الرابع والثلاثين، حيث تهول القطاع إلى ما يشبه كومترمات والقصف بعد بسمنت على مدار 24 ساعة، ينتقل من منطقة إلى آخر داخل القطاع ولا يستثنى أي منطقة. فقد تال اليوم محافظة خان يونس بعد أن تركز يوم أمس على رفع في الجنوب، وقد ارتفعت حصيلة الشهداء كلية منذ على عدوان على غزة 10,569 شهيدا وأكثر من 27,000 جريح، فيما بعد القطاع في حالة انهيار إنساني كامل، وذلك انضم عندنا مقومات الحياة من الماء وخبز ودواء الكهرباء ومحروقات، فيما بعد القطاع الصحي على شفير الانهيار في ظل صمت ومراوغات دولية، وفي ظل تعانت للعدوى الإسرائيلية مهتل الذي لم يرتوي من دماء الفلسطينيين حتى الآن. قال رئيس الوزراء أنور الحق كاكڑ في كلمته التي التقى اليوم خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند إلى الدول العادة في المنظمة مقبلة على اتخاذ خطوات عملية لزيادة النشأة التجارية والاقتصادية، وأكد أن بذل الجهود الجماعية لتحقيق أهداف المنظمة وتحفيز الإمكانات التجارية للمنطقة إلى التنمية الاقتصادية. هذا وقد خصص كاكڑ جزءا عن كلماته تحدث في الوضع القائم في غزة التي تتعرض حاليا لافتضاح مسبب تشنيع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيس الكيان الغاصب عام 48 بتعويض مع حديثه من الجرائم المفزعة التي ترتكبها الحكومة الهندية في كشمير المهتلة من نفس التاريخ، فيما تترك إلى قضية الإسلاموفوبيا التي بعثت حديث الساعة. هذا وقد عقد رئيس الوزراء والرئيس الأذربيجاني إليف علييف اجتماعا في طشقند على هامش القمة استعرض فيها التقدم في العلاقات الثنائية وقطاع التجارة ودفاع وطاقة، كما ناقش الزعيمان الأزمة الإنسانية في غزة والفزاعية الهندية في كشمير المهتلة والكراهية الإسلام. ورحب رئيس الوزراء بإعلام الخطوط الجوية الأذربيجانية أن تشغيل رحلة الجوية مباشرة إلى باكستان، وقال إن هذا المبادرة مهمة لزيادة الانتشار التجارية والسياحة والعلاقات العامة، لكن أكد أيضا دعم باكستان الثابت بشأن قضية ناغورنو-كاراباخ. تحتفل باكستان في هذا اليوم 19 على الأول نوفمبر من كل عام بالذكرى 46 بعد الميلاد لميلاد العلامة مفكر الباكستاني محمد إقبال، حيث نظمت بهذه المناسبة اليوم فعاليات في جميع أنحاء البلاد تم فيها تكريم العالمة للعلامة إقبال، والذي يدعى في الأوسط الباكستانية بحكيم الأمة، وذلك لتوجيه الأمة وإيقاظ وعيها السياسية من خلال الأشعار هذا. وقد أقيمت مراسم تغيير الحرس في مزار إقبال في لاهور في ظل توافد هشوط من الزائرين من مختلف الفئات العمرية ومجتمعات لزيارة المزار، فيما قام قائد الشرطة الحميد ساجد حسين بوداع كيل الزحور الألدري وقراءة الفاتحة على روح العلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولن يولد وما شهداء پاکستان کو پہنچا قیادت جذبہ. وفي سياق المتصل قدم رئيس الوزراء حكومة تصريف الأعمال أنور الحق كاكڑ والرئيس الدكتور عارف علوي اسمع آيات التهنئة والاحترام للشاعر ومفكر وعلامة محمد إقبال، وقال إنه جعل جيل الشباب يدرك التضحيات الخالدة وخدمات القيمة والعزمة وتقدم والإرث المفقود لأجدهم. وقال رئيس الوزراء إن علينا اليوم أن نتحن بالعمل ليل نهار للتحقيق رؤية إقبال لباكستان، فيما قال الرئيس الدكتور عارف علوي إن المفكر الكبير والفيلسوف والشاعر الزعيم السياسي لشبه القارة الهندية الدكتور علامة محمد إقبال أيضا مسلم من شبه القارة الهندية من تبعتهم وغرس فيها الرغبة في تقرير مسيرهم. هذا وقد أشاد وزير الإعلام الموقت مرتضى سولانجي بالعلامة محمد إقبال في يوم الوطن ويوم مولد، حيث قال إلى فلسفته وفكرهما شعل الإنسانية جمعت، فهو من علم جيل الشباب أن يصنع علمها الخاص بدلا من الاعتماد على الآخرين. أعلنت المنظمة التعاون الإسلامي أن مقرها قطاع إسلامية استثنائية في العاصمة السعودية الرياض يوم السبت مقبل الموافق 11 نوفمبر تشرين الثاني الجاري لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني. ودافت المنظمة في بيان رسمي أن عقد دعوة يأتي بنا أن دعوة السعودية بصفة رئيس القمة الإسلامية الحالية، وكان منظمة التعاون الإسلامي قد دانت حد أيام تصريحات الأنصارية لوزير الثقافة الإسرائيلية عميها إياه بشأن دعوته إلى قنبلة نووية على قطاع غزة. يستمر إرهاب الدولة الذي تمارسه القوات الهندية في جمو وكشمير المحتلة، ويحسب بخدمة الإعلامية الكشميريين أردت القوات الهندية شعبا كشميريا بريا في منطقة شوبيان. قال الإعلامي الأخير حيث استشهد الشاب مدعو ميسر أحمد دار في مواجهة وحمية تحت ستار عمليات حصار وتفتيش في منطقة كاسو حالان بولي كشمير. من جانب الأخرى أعتق مسؤولة وقالت التحق NIASI العديد من الأشخاص خلال عمليات البحث ومداهمة المنازل في مناطق السرينة غاز وإسلام وكشميرين وبلاوامة وشوبيا وجامو، كما تم تبقية حكم منع الانشطات غير المشروعة على أشخاص المتعلقين مستوى سلطات الاحتلال على متجر كشميري في منطقة العرب معتمر الهودية لجميع الأعزاء في بيان صادر في سرينة غرب على قلق البالغ إذا تزايد إرهاب الدولة الهندية في الأراضي المحتلة. أنهت منظمة الرعاية الاجتماعية السعودية في مركز الملك سلمان لإغاثة في باكستان مشروطة في 4000 حقيبة ومواد إغاثة لمناطق المتضررة من الفيضانات في بنجاب. تم توفير 4000 مواد، 4000 لو شمسي، و4000 مجموعة مطبخ ومسلحة من حجر البكل، و8000 بطانية للحياة في مقاطع 4 في كاسو وحادي ولي الأكثر تضررا من الفيضانات الأخيرة. وقد استفى هذا المشروع أكثر من 28,000 متضررة في مديرات الأربعة. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.